النهارده جاي اتكلم معاكم عن البطوله. مش عايز اتكلم خالص عن اللي حصل. الحمد لله انا تعبت وعملت اللي عليا. المراكز بقى بتاعت ربنا، الواحد على قد ما هو تعب على قد ما بيلاقي، مش شرط ياخد مركز، ممكن عادي خالص ان هو استفاد تجربه جديده. الحمد لله على كل شيء. مش عايز الناس اللي دخلت البطوله تقول بقى حصل كذا ما حصلش كذا. عايزين نعلق ايه اللي حصل على الحكام والجو ده. في كل البطولات بيكون في ظلم، بس مش كل ما حاجه بقى نمسك في التحكيم والكلام ده. الحمد لله احنا بنلعب بنفسنا كده كده في النهايه، جسمنا اللي بيستفاد. انا ناس رياضيه، مش البطوله مش هتكون هي اخر حاجه في حياتنا، ان شاء الله تكون البدايه. والحمد لله على كل شيء، وان انا مش زعلان خالص ان انا ما خدتش مركز، لان الحمد لله ربنا بيعوضنا في حاجات كتير قوي. بس انا عامل الفيديو ده عشان اشكر ناس كتير وقفت معايا.